النهاردة بقى هنعمل الموتشي فراولة شوكولات طبعا ليا. هندخلهم جري على الفريزر لمدة ساعة. هنحط كوباية من دقيق الرز، ربع كوباية سكر، وننزل عليهم بكوباية مية. تفضلوا اضربوا كده لمدة دقيقة. هنغطيه بكلين فيلم كام خرم صغيرين كده، المايكرويف لمدة دقيقة. قلبها كويس تاني بالمضرب، بعد كده غطيها تاني كده وهندخلها المايكرويف تاني لمدة دقيقة. تقلب بسباتيلا مبلولة ودخلها المايكرويف تالت 30 دقيقة. مسكت. نحط بقى شوية نشا وننزل بالعجينة بتاعتنا على النشا ونبدأ ان احنا نعجنها. نفرد الكلام ده بقى بالنشابه كده فريزر لمده ساعه. دلوقتي طلعناها بعد ساعه بالظبط، وهنحط عليها شويه نشا. اول وحده ايس كريم كده نحطها على وحده عجينه، نبدا نقفل عليها العجينه كده اهو. دلوقتي سبناها ساعه بالظبط في الفريزر، وده شكلها. ايه ده؟ الله، دي فانيليا. واو، بسم الله، حلوه جدا. الله، حاسه باكل رز بلبن بالايس كريم. الله، شوكولاته طبعا.